نظمت الجامعة الأهلية فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر الثروات الاقتصادية عصر الاقتصاد الرقمي بحضور سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي وبمشاركة عدد من الجامعات الخليجية والعربية، وذلك تحت شعار الذكاء الاصطناعي من أجل الابتكار في مجال الأعمال والتنويع الاقتصادي في فندق وندهام جراند في خليج البحرين على مدى 3 أيام. وفي الجلسة الافتتاحية ألقى الأستاذ الدكتور عبد الله يوسف الحواج الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية كلمة أشار فيها إلى أن الجامعة الأهلية قد حرصت منذ إنشائها على قراءة مختلف المشاهد والمتغيرات التي تطوق العالم الناشئ بعد الألفية تكنولوجيا وعلميا وتعليميا وبحثيا، وبذلت قصارى جهدها ووضعت جل اهتمامها وحرصت كل الحرص على أن تواكب التطورات المتسارعة في عالم التحديث الرقمي لمختلف مخرجات البرامج التي تقدمها للطالب حتى يكون جاهزا للدخول في سوق العمل وهو في كامل لياقته الذهنية والعلمية. كما ألقى البروفيسور منصور العالي رئيس الجامعة الأهلية كلمة نوه فيها إلى أن المؤتمر يمثل منصة حيوية لتبادل الأفكار والاستراتيجيات الرامية إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المعاصرة بين نخبة من العلماء والمفكرين والأكاديميين والمتخصصين المشاركين. وفي ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر قام سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بتكريم الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر والمتحدثين الرئيسيين. أنا اليوم سعيد جدا بنجاح هذا المؤتمر النسخة الثالثة التي تنظمها الجامعة الأهلية بالتعاون مع عدد كبير من الجامعات الخليجية والجامعات المحلية، واليوم المؤتمر يعني وبتواجد سعادة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس التعليم العالي، هذا يؤكد تأكيد تام بأن البحرين اليوم مهتمة اهتمام كبير بأول شيء بالتعليم بالجامعات، واهتمام أكبر أيضا بالبحث العلمي. مؤتمرنا في هذا العام الثورات الاقتصادية عصر الاقتصاد الرقمي ركز على موضوع مهم وهو الابتكار والتنويع الاقتصادي، حيث تم استخدام مفهوم الألوان للترميز للتنويع الاقتصادي، وتم استقطاب مجموعة من المتحدثين الرئيسيين من مختلف دول العالم، وكذلك تم استقطاب مجموعة من الأوراق البحثية ما يعادل 405 أوراق بحثية، تم قبول 120 ورقة بحثية فقط من هذه الأوراق، وهي الأوراق الأكثر انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة وأهداف المؤتمر التي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة. ورقة العمل اليوم إن شاء الله راح تكون عن استخدام نموذج متوازن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. طبعا مملكة البحرين رائدة في مجال تبني تقنية المعلومات والانتقال والتحول الرقمي، فإحنا نبي ناخذ ونتعلم من استخدامات الذكاء الاصطناعي في الآليات اللي موجودة عندنا، شلون نقدر احنا نغيرها ونطورها وننتقل إلى اقتصاد مستدام أخضر يحافظ على البيئة بشكل طبيعي. اليوم طبعا نشارك في مؤتمر حول الثورات الاقتصادية واستخدام الذكاء الاصطناعي، ففي باحثين أكثر من 100 باحث اليوم موجود في هذا المؤتمر. طبعا تم اختيار 100 ورقة 105 أوراق تقريبا من أصل أكثر من 400 ورقة، فكان في عملية تنافسية شوي في اختيار المحاور. ورقتي تتكلم عن أطر التنمية المستدامة في تغطية صحيفة الغارديان الإنجليزية إلى الصراع ما بين تشاينا وتايوان. هذا النوع من المؤتمرات مهم جدا لأنه يحوي أو يشتمل على باحثين من جميع دول العالم، يعني ليس باحثين فقط من الدول العربية وإنما باحثين أيضا من جامعات عالمية أخرى. الباحث عادة يطرح مشكلة بحثية، في طرحه إلى هذه المشكلة البحثية هناك حلول، هناك توصيات، هناك برامج، هناك policies، سياسات لابد أن تتخذ ليتم يعني للحصول على التنمية الاقتصادية أو للحصول على وضع اقتصادي جيد. اليوم مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير نشارك بورقة علمية وتقنية في المؤتمر عن تطبيقات بحرينية في الذكاء الاصطناعي
في مجال الصناعة، مجال النفط والغاز والألمنيوم وصناعة السفن، حيث كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الآلية والتقليل بالكلفة والصيانة المتواصلة.